فيش حدا مبحر علينا نهائيا. يعني انت بحر على الدور، بتلاحظ على الدور كل هزينكو. بيت سكري هي قرية فلسطينية تقع جنوب غرب بيت لحم، هي تقع داخل مجمع غوش عطشان الاستيطاني وحيطها 12 مستوطنة. أنا خرب الزكريا بيت سكري احنا يعني بنقول، بس اليهود سموها خرب الزكريا. عدد سكانها تقريبا 650 نسمه، وهي خمس تجمعات، هي بيت سكريا، خلت البلوطه، وادي شخيت، خلت عفانة، ومنطقه الشرق. من 67 لحد الان لم يسمحوا لنا باي بناء. لما البيوت اللي احنا متواجدين فيها هي بيوت مسقوفه من زينكو، زينكو له يعني تقريبا 2 ميلي، ولا يحمي لا من برد ولا من صيف. يعني هي تعرف الدنيا شتاء وبرد قارص ملا جدا. بيجوا بيحكوا وسمعونا حكي إن بدنا نساعدكم وبدنا، ولكن ولا منشوف ولا حاجه.